أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض بلاد المسلمين يخرج أناس ملتزمون في الظاهر بالإسلام فيضربون الرجل في الشارع إذا رأوا معه زوجته متبرجة، وذلك بدون أمر حاكم البلاد، فهل هذا الفعل صحيح؟ وما نصيحتكم إلى هؤلاء وأمثالهم؟ هذا ما هو صحيح إلا إن كان لهم سلطة، إن كان ولي الأمر، إن كان ولي الأمر وكل إليهم منع هذا المنكر لهم صلاحية. أما إذا كانوا متطوعين ولم يأمرهم يكفي الإنكار باللسان، يكفي البيان والموعظة والنصيحة. نعم.